السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده طبعا فيديو غير تقليدي بالمرة، يعني جاي اتكلم معاكم شوية، يعني قولوا كده ايه، شوية دردشة في شوية حاجات كده حصلت شفناها يعني يومين اللي فاتوا على اليوتيوب. زي ايه؟ زي مثلا حمدي وفاء والفرح اللي هم عملوه، تعليقات كتير قوي قوي، ناس بقى عماله تقول كلام ملوش لازمه، وايه الهبل دوت، وايه مش عارفه ايه، وبعد اربع عيال وبقى ليه يا جماعه؟ يعني ليه؟ يعني ليه احنا ما اللي عنده كلمه حلوه يقولها واللي ما عندوش ما يقولوش؟ على فكره حمدي وفاء دول انا ما اعرفهمش، اعرفهم بس عن طريق اليوتيوب، لكن انا ولا كلمتهم ولا اعرفهم اصلا ولا حصل ما بيني وبينهم اي كلام. بس هو مجرد ان احنا ايه بنقول، يعني ليه اللي عنده كلمه حلوه يقولها واللي ما عندوش ما يقولش؟ يعني كل واحد يحاول ان هو يخلي باله ويحافظ على كلامه شويه. ليه بقى؟ عشان احنا ما نكسرش فرحتهم. هما مثلا فرحانين مبسوطين، هو مثلا حمدي شايف ان هو بالطريقه دي هيقدر انه يسعد مراته ويبسطها ويفرحها، فحب ان هو يعمل لها فرح من اول وجديد، عايز يعوضها عن الايام اللي فاتت، عن الايام اللي هي صبرت معاه فيها. شايف ان هو زمان ما عمل لهاش فرح وما جاب لهاش شبكه حلوه وما عملهاش ما جاب لهاش عفش حلو وشقه حلوه، فهو حب ان هو يعوضها عن كل ده. اول ما ربنا كرمه واول ما ربنا رزقه، وهو قال ان انا ان هي وفاء هي صاحبه الفتره من بعد ربنا في اللي هو فيه دلوقتي، هم فيه دلوقتي يعني، وهي اللي علمته ازاي يطلع على اليوتيوب، وهي اللي عرفته ازاي يتكلم ويطلع في فيديوهات مع الناس ويظهر، يعني يعمل فيديوهات للناس وكده، فهي اللي عرفته، فهو شايف ان هي صاحبه الفضل بعد ربنا، فهو حابب ان هو يفرحها، حابب ان هو يعوضها بالطريقه اللي تريحه بقى. هو حر، هو حر بقى يعمل لها فرح، يسفرها بره، يعمل، هو حر، هو شايف ان هو عايز يجيب لها زي ما نقول ايه حته من السماء براحته. هو شايف ده هيبسطها خلاص، هو شايف ان ده تعويض عن اللي هي صبرت معاه في زمان، براحته برده، دي حاجة حلوة. أكيد طبعا كل واحد عايز يبسط مراته ويفرحها ويجيب لها حتة من السنة، بس الإمكانيات والظروف معاه ما تسمحش، فنقول ده احنا هيبقى ده سبب في الطلاق، ومش ليه يا جماعة، ليه هيبقى سبب ليه؟ طب ليه احنا ما ناخدش ناخده بالحاجة الإيجابية؟ يعني إيه بالحاجة الإيجابية؟ يعني مثلا نقول ربنا يا رب يزيدهم، وربنا يرزقنا ويدينا احنا كمان، وإن شاء الله نعمل زيهم، ونقدر إن احنا نفرح مراتاتنا وعيالنا زيهم. مش شرط بنفس الطريقه هنروح نعمل فرح ونعمل، لا، بالطريقه اللي تريحه، يعني كل واحد يعمل الحاجه اللي هو عايزها، دي حاجه حلوه، دي على فكره، وعلى فكره يعني وهم بيبقوا عاملين الفرح وهم لابسين، هي لابسه عروسه وهو لابس، شكلهم كان جميل والله، ما تقولوش ان دول معاهم اربع عيال، على فكره شكلهم كان حلو، هم شايف فرحانين مبسوطين، خلاص ربنا يبسطهم كمان وكمان، وربنا يدينا كلنا واحنا كمان نعمل زيهم، ونبقى نعمل زيهم واحسن منهم كمان، ومش شرط نعمل فرح، نعمل اي حاجه من اللي احنا عايزينها براحتنا يعني. فاحنا ندعي لهم ان ربنا يوفقهم، وندعي لهم ان ربنا يديهم يرزقهم يزيدهم ويدينا احنا كمان، ونعمل برضو اللي احنا عايزينه بالطريقه اللي تعجبنا، بالطريقه اللي تريحنا. انا شايفه ان هم عيله جميله، اسره حلوه مش وحشه، فيديوهاتهم حلوه، دمها خفيف، فيها طبيعه، ما فيهاش اصطناع، ايا كان هم بيعملوا ايه، انا شايفاها ان هي طبيعيه. انا زي ما قلت لكم يا جماعه من اول الفيديو، انا ما اعرفهمش والله العظيم، انا ما اعرفهمش، انا ما اتكلمتش معاهم قبل كده وما اتكلمتش مع حد فيهم قبل كده، وممكن اقول لكم مش بتابع كل الفيديوهات اللي بيعملوها، مش بتابعها كلها قوي يعني، انا بتابع منهم فيديوهات بس، يعني مش قاعده على الفيديو بالفيديو يعني، لكن انا شايفه ان لقيت تعليقات كتير قوي، وكله عمال يقول طب ما تطلعوا حاجه لله، طب انتوا ايش عارفكم ان هم ما بيطلعوش حاجه لله؟ اكيد ممكن يكونوا بيطلعوا، بس دي حاجه بينهم وبين ربنا، دي حاجه، ومش لازم يقولوا يا جماعه احنا هنطلع وهندي الناس الفلانيه وهندي كذا وطلعنا وعملنا مش عارفه ايه كده لله كذا، هم حرين، هم اكيد بينهم وبين ربنا، والله برضو اعلم، هم بيطلعوا ما بينهم وبين ربنا، وبيعملوا حاجات لله كتير ما بينهم وبين ربنا، مش احنا مش لازم نعرفها. فاللي يقول ما كنتوا طلعتوا حاجه لله، نقول لكم ان هم ما طلعوش، ممكن يكونوا طلعوا. فاللي انا عايزه اقوله يعني كل واحد يخليه في حاله، كل واحد يحب للتاني الخير، وكل واحد يحب للتاني ان هو يبقى كويس. ليه احنا بنبص من الطريقه السلبيه، بطريقه سلبيه يعني، ليه ما نبصش بايجابيه؟ ليه ما نقولش يا رب نبقى زيهم، يا رب يدينا ويرزقنا ونعمل احسن ما هم عملوا؟ مش شرط فرح زي ما قلت لكم، اعمل بالطريقه اللي تعجبني، اسافر في الحته اللي انا عايزاها، ازود، اعمل كذا، ادخل ولادي بدل مدارس حكومه او خاصه انترناشونال وحاجه احسن، اخلي مستقبل عيالي افضل. اكيد كل واحد
شايف ايه اللي ناقصه وهو حابب ان هو يعمله. فانا بقول لهم ربنا يوفقكم في نهايه الفيديو، يعني دعاء الخلق للخالق زي ما بنقولوا، دعاء الخلق للخالق، هو ربنا يكرمهم وربنا يزيدهم ويديهم. فيا جماعه برضو عايزه برضو اقول لكم حاجه تانية برضو، هم يعني لما عملوا الفيديوهات والحمد لله اتشهروا وبقوا ما شاء الله عندهم دلوقتي 2 مليون وحاجه يعني مش عارفه كام، اخواتهم عملوا يعني، اخو حمدي اخواته كل واحد عمل قناه، اختهم عملت قناه، باباهم الحاج ربنا يديله الصحه يا رب عمل قناه، الحمد لله مشهورين، ربنا فتحها عليهم، ربنا مديهم. يا جماعه كل واحد يتمنى لغيره الخير، احنا لسه مبتدئين، احنا كقناه مبتدئين الحمد لله، وبرده ربنا كرمنا وبرده نحمد ربنا على كل حاجه، بس كل واحد يتمنى لغيره الخير، كل واحد يتمنى لغيره الخير ربنا هيديله ويزيده. لكن انا اقعد اقول ده بصوا بعد اربع عيال روح يعمل ايه فرحته، والاربع عيال اللي جنبكم دول انتوا مالكم يعني الاربع عيال هم فرحانين كده، هم مبسوطين كده، خلاص ربنا يزيدهم ربنا يبسطهم. فالناس دي انا يعني شايفه ان هم كويسين، اسره جميله دمها خفيف والله، يعني لما حتى واحد بيتفرج على فيديو مش بيمل منهم، في فيديوهات واحد بيشوفها تحس واحد بيزهق، لكن انا شايفه ان الواحد بيتفرج على فيديوهاتهم مش بيمل يعني، حلوه مش وحشه. ربنا يكرمكم وربنا يزيدكم وربنا يدينا احنا كمان زيكم، يا رب يزيدكم الاول يزيدكم ويدينا احنا كمان زيكم ان شاء الله. انا يعني زي ما قلت لكم، انا ما اعرفهمش، بس انا حبيت اتكلم على الناس اللي بتطلع تتكلم على الناس وعماله تقول ده بيهم ده عليهم، دول عملوا دول خلوا دول سووا. كل واحد يخليه في حاله، كل واحد يخليه في حاله، كل واحد يخليه في حياته، كل واحد يخليه في دنيته. انا مش ملك من الملائكه على فكره، انا مش انا خلاص انا ما بين اماس الباب مش زي اتنين طالع بعمل ايه اقول يا جماعه ما حدش يتكلم، لا انا في حاجه ضايقتني فانا حبيت ان انا اتكلم فيها، الموضوع ده ضايقني بصراحه. كل ما افتح فيديو ليه ببص الاقي تعليقات ملهاش لازمه كتير وشتايم ليه يا جماعه كده ليه احنا بنعمل كده يعني؟ ما كل واحد اللي عنده كلمه حلوه يقولها، واللي ما عندوش خليها جوه ويسكت، مش لازم نعلق ونقول كذا وبيكو وعليه تقول ايه، كل واحد حر، كل واحد حر على خطر الخالق، وهنخليه في حاله وهنخليه في نفسه، المهم ان احنا ندعي لهم ربنا يزيدهم ويدينا زيهم انا وغيري وغيري وغيري، وكل واحد يفرح مراته ويبسطها بالطريقه اللي هي شايف ان لو عمل كده حي يعني هيبسطها. انا بالنسبه لي انا لو جوزي جاب لي باكو شوكولاته انا بفرح، باكو شوكولاته مش عمل لي فرح وجاب لي مش عارفه ايه، لا والله باكو شوكولاته انا بفرح. فاكيد كل واحد عارف مراته بتفرح ازاي، وكل واحد بيتمنى ان هو يبسطها برده ويفرحها، ربنا يديله ويزيده ويعمل زي ما حمدي عمل لوفاء واحسن كمان، مش شرط زي ما قلت لكم يعمل له يعمل يعني يعمل فرح، لا يعمل بالطريقه اللي شايف ان الحاجه دي هتريح مراته وهتبسطها وتفرحها وهتخليها مبسوطه. انا برده محتاجه برده اسمع تعليقاتكم على اللي انا قلته وعلى الفيديو اللي انا قلته ده، يعني عايزه اسمع برده تعليقاتكم. بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.